عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وبصحيحتكم يا ربي. المهم البنات، إن شاء الله فيديو نهار اليوم. صراحة ما بقاش كنحط فيديوهات يوميا لأن أكثرت المتتبعات ديالي مشاو المغرب. المهم مرة كنطلع على الأخوات اللي باقيين هنايا كيزهر ما تخبريش علينا، هذا الشيء علاش البنات. المهم مرة نحط لكم فيديو ان شاء الله تعال ترجعوا جميع المتتبعات من المغرب، وعاد ان شاء الله رجع لكم يوميا نحط لكم اخواتي. المهم الغزالات، بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على البروموسيون ديال بروفومي، راني باقا دايره البروموسيون البنات، درتها سيمانه، بديتها من الخميس، غسالي ان شاء الله نهار الخميس نعاود حيت بزاف البنات اللي كيسولوني بشحال الريحه. البنات انا البروفوم شحال دايره لي الثمن حاليا؟ لخديتي ثلاثه، الاولى كنحسبها لكم 40، الثانيه ب 40، الثالثه ب 35، وبالنسبه لسبيديتيوني حتى هو هديه البنات، يعني نخلصوا لكم انايا. المهم بالنسبه للاخوات هذه بين قوسين، بالنسبه للبنات اللي كياخذوا الريحه من بلاصه اخرى وكيرجعوا عندي انايا، زهراره فلانه خدينا الريحه 20 يوم، هذه شهر، هذه البنات انا من تشيندرا لا خديتي من عندي انا الريحه ايها لالا. انا كنبقى مع البنات الحمد لله، كان الا واحد السيده كانت عطلات عليها شهر، كان وقع ليا مشكل ورجعت رسلت ليها ريحه اخرى، كنتاسف ليها بانني تعطلت عليها، وانا ماشي مني انا غير من الكورييري لانه داها ليا لبلاصه اخرى. اما شي البنات يعني خديتوها من بلاصه، ما كنبقى انا ما نتحملش مسؤوليه، خديتوها من بلاصه اخرى من عندي انايا ايها لالا، معاك توصلك الريحه، هادشي اللي كاين البنات، يعني من بلاصه اخرى ما تجيوش عندي تقول لي خديناها من هنا وزهره هكا ولا ما هكا، انا ما يعني ما سوقيش، هادشي اللي كاين. جيتو عندي انايا مرحبا بكم والف مرحبا، راه كنبقى معاكم حتى كتوصلكم الريحه الحمد لله. دابا راه البنات كتوصلهم على يومين على 3 ايام كاع، على تعطلات سيمانه، هادشي اللي كاين الغزالات. وهاد البروموسيون كاينه في الروح اللي كاينين، يعني دخلي عندي نصيفط لك لي فوطو، دخلوا عندي الواتساب، الرقم اللي معلق هنايا، دخلوا عندي الواتساب كنصيفط لكم لي فوطو اللي عندي ديال لي بروفومي. مهم بروفومو ديال لي غزال غزال، بغيتكم كاملين تاخذوه اللي فن حاطه هنا، راه ما كنستغناش عليها نتوما البنات، راه الله وصلني وعاطيه الشحط، لانه البنات ريحته غزاله كتبقى، يعني ريحته فن في تبارك الله 100 ميل اكوا دي صالة، ديروها البنات في جوجل قلبوا، واعره، عرفتوا هذه ريحتها فيها جوج ريحات، كترشي هذه كترش في اللحم، كترشيها كتعطي واحد الريحه، ومن بعد كتعطي واحد الريحه اخرى، ريحه فنه، ومن الريحه اللي فورتي في نفس الوقت اللي ما كتقلش لك على المعده، يعني حلوه وزوينه. هي هذه البنات اكوا دي صالة، صراحه الا ما شريتيش هذه راك ما شريتي والو، واعره اكوا دي صالة. هادشي اللي كاين الغزالات. وبالنسبه لكوكو شانيل مادموزيل، حتى هي من الروائح المفضله عندي، حتى هي زوينه، ولكن هرستها هذه اكوا دي صالة الصراحه عجبتني، فنا كوكو شانيل حتى هي الريحه اللي زوينه، حتى هي ريحتها غزاله وحلوه، حتى هي عجبات مرات خويا. هادشي اللي كاين البنات، دخلوا عندي مرحبا بكم والف مرحبا. بلاصه اخرى خديتو من بلاصه اخرى، يعني من تشيندرا خديتو من شي بلاصه اخرى، نون تشيندرا كنأكد عليها البنات، ماشي تجيو عندي انايا ما عندي ما ندير لك، هادشي اللي كاين وزيرات. المهم غندوز نشارك معكم، قلت نطلع ليهم وندوز نشارك على مع الاخوات، نخلي لكم واحد المقطع، مشيت خديت شي صنيدلات وشي حويجه تهليت في راسي، ولكن دائما انا ما كناخذش، دابا كنبدا نتقدى لبناتي، راجلي كنتقدى ليا حتى انايا في تخفيضات. الناس هادي هي الفرصه، لا بغيتي تقتصدي على راسك وفي نفس الوقت كتلبسي حوايج زوينين ومهليه في راسك، هذه هي الفرصه، خودي من التخفيضات، لان صراحه دايرين تخفيضات غزاله، لا في الصباطه لا في الحوايج. نخليكم واحد المقطع، تبارك الله كاينين اوفيرت دايرين، هذا المحل اللي كنمشي ليه بزاف البنات اللي كيسولوني لقرابات هنايا، المحل اللي كناخذ منه دائما، راه شاركته معكم، شاركت معكم الاسم، نخلي لكم هذا المقطع تبارك الله، دايرين سنايدلات فيهم تخفيضات زوينه، وعاد غنرجع معكم نشارك معكم الحويجات اللي خديت. ناخذك من باطا هاتي ما
ديري 20% هذا زوينه حتى هذا الفن كل ديالو زوين حكيمه ماما زلات شفت تبارك الله دايرين سلايدلات فيهم تخفيضات غزاله وفنا صراحه لجميع الموديلات كاين الموديلات اللي بحكم عندهم السمطات هما زوينين هذوك غنرجع ناخذ من عندهم لانهم هما زوينين وفي نفس الوقت انيقي وبالزربه خلاهم تبقاي تلبسي ولا غير لبسي سنايديله وكيجيو حتى مع الكسيوات زوينين. المهم البنات غندوز نشارك معكم خديت حتى شي حويجات عاد ندوز نشارك معكم خديت جوج سنايدلات هانتوما غنشارك معكم هانتوما التليفون ديال البروفومي راه حاطه عاد غندوز نرد على البنات. المهم هنا خديت هاد السنايديله هادي البنات بحكم بالسميطه عرفتوا هادي شحال فنيونه لبستها في رجلي ما نقول لكم جات انيقه وزوينه هانتوما البنات بحكم هادي صيفيه ومازال غناخذ حكا انا كناخذ وكنخبيهم العام الجاي باش ما ناخذ سنايدلات غاليين هادو اثمنه فن البنات شفتو وهادو الصباطه ديالهم غزاله هانتوما شفتو هاد البنات زوينه في اللبسه فن فن خديت هادي وخديت هادي تاهي تاهي زوينه البنات الوين ديالها بحال هانتوما تاهي زوينه هانتوما فيها السمايطه ديالها تاهي طوب تاهي زوينه شفتو البنات هادي تاهي تجي بحكا مع اي لبسه لبستي فيها القهوي وفيها ماشي الابيض ماشي مهم اي لبسه لبستيها تجي معايا هانتوما البنات هادي مهم هادو راه دايرين نصف الثمن هزي اللي بغيتي ميتال بريت نصف الثمن وخديت اشنو خديت خديت هادي فنه اللي غنقيسها معاكم ضروري وتشوفوا كيفاش جاتني جاتني واعره 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 هاد الكسيوه هادي البنات هانتوما المهم دي غنقيسها وتشوفوها كيفاش جات جات فنيونه هادي جا قيستها هذا هو ديشك يسولت شيكم مع البنات هاد السريول هذا هو وسط فيه تخفيض دايرين فيه نصف الثمن هادي كانت خاتو صديقه ديالي خاتو ماما ما قلتش بشحال ودابا راه داروا فيه تخفيض ولا ناخذو بلاتي عاد نرد عليكم بلاتي عاد نرد عليكم هانتوما هذا هو زوين هاد السريولات هادو البنات خفيف كتلبسيهم بحكم عقويم جات كيجيو زوينين السيل ديالهم زوين وفي نفس الوقت خفاف ما كتحسيش بها بصح ماشي بحال هذوك الجين ولا زوينين وخديت حتى هذا البنات هذا خديته لواحد القويميجه عندي انا غنوريها ليكم وتشوفوها هذا قهوي خديته لواحد القويميجه عندي كنت خايداها قلت تجيه زوينه في القهوي وفي نفس الوقت الثوب ديالو خفيف صافي كانوا هادو هما الحويجات البنات اللي خديت هذا خديت واحد الريحه معاكم البنات انا مره كنخدف نخطف على الطيستر هذا لانه صراحه مريحين وتريحنا اثمنه مناسبه هادشي اللي كان لغزلاتي ودرت لكم بروموسيون اللي كلشي ان شاء الله يتريح معايا ابلاش ديال البنات المهم خليكم عندوز نقيس هادو وعاد نرجع معاكم البنات بغيت نشارك معكم الكسيوه صراحه جات فنه درت ليها ما هي فيها كثره الالوان كيف ما كتشوفوا فيها الخوتي دار فيها الوين بحال اللي درت فيه الزيف بالنسبه للزيف درته في هذا الوين البنات صراحه هذه يجي معها حتى الوين الخوتي دار وحتى الوين الباج حتى هو يجي زوين وجا مع هذا الزيف جا اكثر صراحه صافي جات معها صنيله خفيفه زوينه صراحه فنه وعجبتني صراحه جات غزاله 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 ومرتاحه البنات بالنسبه للصنيله نشارك معكم الصنيله اللي جات معها اكثر جات زوينه خصنا ديال البيضه راه تجي زوينه المهم انا لبست الاخرى
نخليكم وعاد نوريكم ان شاء الله الكيسه الثانيه. وبالنسبه للبنات الكيسه الثانيه كيفما كتشوفوا البنات هاد السريويل الصراحه خدت بهاد القميجة هاد وفي القهوي وهادي فيها القهوي وفيها الابيض كيفما كتشوفوا فيها حتى الكحل صراحه جاتها المهم جات زوينه درت لي هاد السيف هذا ما ماشي المهم هرس ماشي في القهوي واحد اللويان المهم ما غيبانش لكم هنا مزيان في التليفون التليفون حيت ما كيبينش حقيقه صراحه صافي درت ليها البنات ويف في القهوي صراحه جات غزاله هانتوما جات فنه صافي غنحبس معكم هنا الفيديو البنات غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم سوج دائما انني احبكم في الله وخليوا ليا قولوا ليا كيجاوني البيسات.